مباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع فضل لطاف بزر لك كل غنيس وشكرا لكم مسبقا ملعب المصدف لذي المباراة ملعب برينس سلطان بن العزيز سبورت سيتي ستاديوم بأبها توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات والساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة اس اس سي اكسترا اس دي الناقل الحصري للمباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بيك وشراء بقناة وتفعيل خاص لكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب موعد في موعد قادم